ومعنا من دمشق مراسلنا قيس القاضي. قيس، مساء الخير. مساء النور ناصر. أهلا بك قيس. البداية من المرج ومعاركها المتواصلة، ما هي التطورات اليوم؟ نعم ناصر، حقيقة اليوم منطقة المرج شهدت حالة حرب حقيقية. اليوم كتائب الثوار وغرفة العمليات المشتركة في منطقة المرج تمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة في من محور الفضائية في منطقة المرج. طبعا كتائب الثوار تمكنت من قتل ما يزيد عن 60 عنصرا لقوات النظام في هذه المعركة التي دارت اليوم. طبعا ناصر، قوات النظام اليوم شهدنا استماتة لقوات النظام بهذه المعركة، حيث استخدمت كافة أنواع الأسلحة في هذه المعركة. طبعا الغطاء الجوي الروسي لم يتوقف على المناطق في منطقة المرج ومعظم المناطق في محور الاشتباكات. طبعا أيضا شهدنا قصف لقوات النظام بالدبابات والمدفعية الثقيلة. طبعا كتائب الثوار تمكنت اليوم أيضا من تدمير عدة آليات لقوات النظام في هذه المعركة التي دارت اليوم. تم تدمير دبابة من نوع T-72 على معظم المناطق في هذه البلدة. طبعا أيضا شهدنا تدمير دبابة من نوع ناقلة جنود عفوا في هذه المعارك. طبعا أيضا المعارك حتى هذه اللحظة والاشتباكات لا تزال جارية في المنطقة. قيس، وبالنسبة للأوضاع الإنسانية في الريف الدمشقي عموما، ضعنا في الصورة. نعم ناصر، حقيقة قوات النظام عقب كل فشل عسكري تمنى به على كافة الجبهات، طبعا اليوم تلقت صفعة قوية قوات النظام في معركة المرج، لجأ سلاح الجو الروسي إلى قصف معظم مناطق الغوطة الشرقية لا سيما بلدة المرج. طبعا هناك ما يقارب 3 غارات جوية تعرضت إلي هذه المنطقة. منطقة جسرين أيضا شهدت قصف براجمات الصواريخ اليوم. طبعا لم يسفر هذا الاستهداف عن وقوع أي جرحى. أيضا هناك قصف تعرضت له على أطراف بلدة البحارية في منطقة المرج. منطقة دوما أيضا اليوم شهدت قصفا عنيفا من قبل قوات النظام وآلة النظام الحربية. اليوم شهدنا سقوط عدة صواريخ موجهة في مدينة دوما. أيضا بلدة عين ترمى اليوم شهدنا سقوط عدة قذائف على معظم أحيائها. قيس القاضي مراسلنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.